صورتين راح نطلعهم على الشاشة. أرجونا إلياس الوالد، كلمة إلى شو قلو إيش؟ ما تعرف، ما بحب أشوف صوره. بعد ما مات أنا كثير تغيرت، بس بقول له يعني حرقني شوي، بس بحاول كون دائما في حكمة. بحس بقول إنه ما راح غير لشافني أنا جاهز إنه يروح. بشتاق له كثير. الموت نحن ما عنا مشكلة معه، نحن عنا مشكلة مع الشوق، وأنا أكثر إنسان محروق من الشوق. بقول لك الموت لا يوجع الموتى، الموت يوجع الأحياء. أنا شهر واحد ذكرى وفاة والدي أيضا، كمان الله يرحمه. تعيش الأم سامية، شو بتقلها؟ أم عيوني سلامة عيونها، فترة كلقطة كورونا، سلامة عيونك يا حبيبتي. ما أنا قوتي بالحياة اليوم أمي، أنا نقطة ضعفي وقوتي وأملي، ولولا كلامها اللي ما بيقويني. وصدقني ما مرة بحياتي عملت شيء إذا ما قالت لي حلو ما بيأملني، هيك بيعطيني أمل كتير حلو إني أنا أكون مرتاح. وإذا قالت لي بشع خلص بتوسوس، بقول لا قالت عنه بشع. أمي كل حياتي. طيب. أمي الله يطول لي بعمرك. بقي معي ثلاث دقائق.